حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف المقدم طبيب مناف القحطاني رئيس الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا. أهلا ومرحبا بك دكتور مناف. وزارة الصحة أعلنت عن زيادة عدد المصابين إلى 41 مصابا بعد تسجيل الحالات الثلاث لمواطنين قادمين من إيران. دكتور، كيف تصف حالة هؤلاء المصابين الثلاثة، وهل لا تزال الحالات الأخرى في وضعها المستقر؟ طبعاً أول شيء السلام عليكم ورحمة الله. طبعاً الحمد لله ما زلنا في مرحلة منع دخول وانتشار الفيروس، حيث كل الحالات اللي مصابة من أول ما بدينا من تاريخ فبراير 21 تمت من أشخاص كانوا عابرين أو داخلين من إيران. نعم، عدد الحالات الحين وصلنا إلى 41 تقريباً، بمعدل نكتشف حالتين إلى أربع حالات يومياً. جميع الحالات ولله الحمد في وضع مستقر، موجودة تحت الرعاية اللازمة، ويقوم بإشرافها صراحة فريق طبي مختص، والحمد لله من خلال هذه الأيام اللي مضت لم تطرأ أي مشاكل صحية على جميع الحالات المصابة. نعم دكتور، حرصا على أمن وسلامة المجتمع ومنع انتشار الفيروس، ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها مع المواطنين العائدين من إيران خلال شهر فبراير؟ أنا أتوقع كلكم سمعتوا أو شفتوا اليوم عندنا ما شاء الله كوادرنا الطبية نزلت الشارع في 10 باصات اليوم. نعم. وتمت زيارة أخوان المواطنين العائدين من إيران خلال شهر فبراير. هذه الوحدة كانت مجهزة بجميع المعدات، فيها طاقم طبي كامل، فيها أجهزة، فتم اليوم الحمد لله الكشف على ما يقارب 100 شخص، وبنحاول إن شاء الله خلال أيام اللي بتجي إن بنزيد من كمية السيارات وكمية الطاقم الطبي عشان نكمل فحص جميع العائدين من إيران من تاريخ 1 فبراير إلى تاريخ 21 فبراير. شكرا جزيلا لك المقدم طبيب مناف القحطاني رئيس الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا.